في مجال البحث العلمي هناك جهود لتطوير البحث العلمي الوطني باش يمكن نمد دروسنا بإمكانيات جديدة لتطوير التكنولوجيا الوطنية في مجال التنمية المستدامة. وداخل في هذه المثالية ديال الإدارة أيضا التنقل المستدام. التنقل المستدام هو نقل ما أمكن استعمال المواد البترولية في التنقل، بمعنى واش يمكن ننتقلوا لواحد الوقت اللي تكون عندنا السيارات الخضراء، هي إما السيارات الهجينة إبريد وإما السيارات الكهربائية، وهذه الكهرباء تكون منتجة بالطاقات المتجددة، تكون اللي هي يكون عندها دور أكبر في مجال التنقل في الأفراد لدى الدولة في الإدارة وأيضا في التنقل في النقل العمومي. ومن هنا اتخذ قرار ديال الاعتماد التدريجي للنقل المستدام من قبل الإدارة، وحددنا في السنة الأولى نسبة لا تقل عن 10% من مشتريات الإدارة أن تكون من فيما يخص السيارات بطبيعة الحال أن تكون من السيارات الخضراء الجديدة، وهذا في حتى محاولة أيضا لدعم التصنيع ديال السيارات الخضراء في بلادنا. احنا الحمد لله المغرب ولا اليوم من بين الدول الرائدة، على الأقل هو الأول إفريقيا والرائدة في المنطقة فيما يخص التصنيع وتصدير السيارات. كيفاش يمكن هذا التصنيع حتى هو نوجهه باش يكون فيه تصنيع السيارات الخضراء؟ قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.